واعلموا يا معاشر الأجواد أنكم في شهر الجود والكرم، فقد كان حبيبكم وإمامكم وسيدكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أي الريح الطيبة التي تحمل الرحمة والمطر. ألا فاقتدوا بحبيبكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم، واحرصوا على إطعام الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لغرفة يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام.